من الحموش باسم الفريق الحركي. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة المحترم، حظي الاستثمار باهتمام بالغ ببلادنا من خلال التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد، علاوة على المواكبة التشريعية لهذا التوجه من خلال قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار. وبناء عليه نطرح عليكم سيد رئيس الحكومة المحترم التساؤلات الآتية: ما هي معالم السياسة التي ستعتمدونها في مجال تشجيع الاستثمار، ولا سيما رفع العراقيل الإدارية وتحسين منظومة العدالة وتفعيل آليات الوساطة والتحكيم لحل النزاعات في هذا المجال، وكذا حل مشاكل العقار والتمويل؟ ما هي التدابير المتخذة لاستقطاب استثمارات أفراد جاليتنا بالمغرب؟ ما هي استراتيجية الحكومة للرفع من فعالية خدمات المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع؟ ما هي رؤية الحكومة بخصوص التوزيع العادل وتقليص الفوارق بين جهات وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات؟ وشكرا. شكرا.